رحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين متابعة آخر وأهم الأخبار ولكن من الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم. النهاردة بشرفني أنه شاركنا القراءة ضيفنا الكريم الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار. أهلا بك يا دكتور، أهلا صباح الخير. كل سنة طيبين وكل عند سنة. السعيد على مصر كنت لسه كلها. هبارك لك، ولادك دخلوا المدرسة خلاص لسه طبعا بكرة بقى، بس بكرة. يعني تدريجيا كده، بس خلاص بدأنا المعسكرات بقى خلاص. كل سنة وأنتم طيبين يا رب. من جريدة الأخبار هنبتدي طبعا منشط رئيسي في الصفحة الأولى وتفاصيله في صفحة 5. الرئيس يلتقي أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بمناسبة يوم القضاء المصري. حقوق الرئيس السيسي يقول: حقوق المصريين أمانة في أعناقكم وحريصون على عدم التدخل في شؤونه. قرارات رئاسية تاريخية حافظت على استقلال القضاء، توحيد الدرجات المالية، إنشاء مدينة العدالة والمرأة قاضية في مجلس الدولة. وأيضا تصريح لرئيس مجلس القضاء الأعلى: الرئيس والدولة داعمان لاستقلال القضاء ومرفق العدالة، وقضاة مصر إنجازات غير مسبوقة في تطوير المحاكم. يعني الحقيقة طبعا القضاء هو واحد من السلطات التنفيذية المهمة أو سلطات الدولة المهمة اللي بتقوم عليها أي دولة، وأعتقد أن ركن العدالة من الأركان اللي بتقيم يعني أعمدة أي مجتمع، وبالتالي أعتقد أن الدولة المصرية أدركت منذ قديم العصور أهمية القضاء. هنلاقي مثلا أنه حتى قدماء المصريين قدسوا فكرة العدالة وعملوا لها الكثير من الأدبيات المتعلقة بالعدالة. الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقي بيكن تقدير بالغ جدا للقضاء ولسدنة العدالة، وشفنا ده انه اولا يرفض اي تدخل في شؤون القضاء، بيحاول انه هو طول الوقت يشيد باداء القضاء. الدولة المصرية كمان وفرت الكثير من الامكانيات لتسهيل العدالة الناجزة، لانه العدالة الناجزة الحقيقة حق من حقوق الانسان وركن من اركان بناء الدولة، لانه دي مسألة مهمة للغاية. فهنشوف مثلا انه بدأنا بشكل قوي جدا في ميكنة المحاكم، بدأنا انه يبقى في عندنا توثيق للاحكام القضائية بحيث ان الناس تقدر توصل لها بسهولة، بدأنا نستخدم حتى التكنولوجيا في بعض تسجيل بعض الاحكام علشان ما نبقاش بيبقى في بطء في هذه الاحكام او اصدارها. بدأنا حتى كمان فيما يتعلق بالنيابة العامة، ما بقتش النيابة العامة تنتظر تقديم بلاغات، لا هي بدأت تبادر، بقى عندها آلية للرصد والمتابعة، ان دلوقتي حتى القضايا حتى لو ما حدش تقدم ببلاغ ممكن النيابة تحرك الدعوة نفسها وتتحرك لرصد هذه الأمور. نتكلم كمان على إنجاز تاريخي بصراحة، دخول المرأة المصرية إلى منصات القضاء. أنا أعتقد أن ده إنجاز سيحسب للرئيس السيسي وسيحسب لدولة 30 يونيو، لأنه المرأة المصرية تستحق. حواء المصرية اللي كانت رمز للعدالة قبل آلاف السنين هي نفسها النهاردة بتجلس على منصة العدالة وبتشارك القضاء في هذا العمل المهم. وأتصور كمان أنه بناء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، تطوير المحاكم، ميكنة القضاء، الحفاظ على عدم التدخل في شؤون القضاء واستقلال القضاء، كلها إنجازات تضيف للدولة المصرية وتفيد المجتمع المصري. برقمنا بالتأكيد مسهلت بشكل كبير جدا. استمرارا مع الأخبار وصفحة 4، وخبر زي ما احنا قلنا لحضراتكم هنتكلم فيه، وطبعا بنتكلم على الشتاء القارس والمخاوف الأوروبية من هذا الشتاء القادم، خصوصا مع النقص الحاد في الغاز. بوصلة السياحة باتجاه مصر، هو ده بقى الخبر الحلو في الموضوع، زي ما بنقول دي النقطة المضيئة في القصة. 4.9 مليون سائح في 6 أشهر، وطفرة بحجوزات الشتاء. وناخد كمان الخبر اللي جنبه لأن ده يعني متصل لحد كبير. الشرطة بينعش مطروح، و15 ألف أجنبي زوار الساحل، ونسبة الإشغال هناك 100%. احنا بنتكلم ان ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يا رب يزيد ويبارك، ان السياحة في مصر الفترة اللي جاية طبعا هتبقى زي ما بيقولوا كده الاتجاه الأول لكل الدول الأوروبية، ان هم يهربوا من الشتاء القارس وفي نفس الوقت يستمتعوا بقى بالشواطئ المصرية وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان والسياحة عندنا. يمكن حضراتكم كنتوا في المقدمة كنتوا بتتكلموا على فكرة الشتاء القاسي اللي بينتظر أوروبا. ان شاء الله احنا يبقى شتاءنا دافئ يا رب، وان شاء الله ياتي هؤلاء السائحون لمصر يستمتعوا بالاجواء المصريه. وانا اعتقد انه هذه المحنه في اوروبا يمكن ان تتحول الى منحه اذا ما احسننا استغلالها. هي يمكن انا حتى كتبت في هذه القضيه في فتره مبكره وقلت ان احنا عندنا قدرات واعده، ومصر بالفعل لديها قدرات واعده، المهم يكون عندنا اداره هذه المساله وازاي نقدر نسوق مصر مش بس تبقى مقصد سياحي لعده ايام، لا احنا عايزين الناس دي تيجي تقعد شهور، تقعد تستمتع بهذا الشتاء ويعني وتتجنب الازمه الاقتصاديه والازمه ازمه الطاقه، لان الحقيقه الشتاء في اوروبا فعلا شتاء قاسي.
تكلفة التدفئة بتبقى تكلفة عالية جدا. احنا الحمد لله عندنا تدفئة طبيعية، عندنا تدفئة ربانية، عندنا أجواء ساحرة، عندنا مقاصد سياحية متنوعة. النهاردة لو بنتكلم على شرم الشيخ، على الغردقة، على الأقصر، على أسوان، على حتى الساحل الشمالي بالنسبة لأوروبا يبقى شتاء دافئ، فبنتكلم على مقاصد سياحية، نتكلم على طاقة فندقية بملايين الغرف الفندقية لتستوعب هذا القطاع، نتكلم حتى على مرافق للدولة تستطيع استيعاب هؤلاء السائحين. احنا بنتكلم النهارده على بقى منافسه بيننا وبين المقاصد السياحيه في المنطقه، سواء المنطقه العربيه او في الشرق الاوسط، لانه بالفعل الكل ادرك ان اوروبا هذا الشتاء يعني هتكون مختلفه تماما. والان الدور على فكره الاداره، على التسويق الجيد، على التوجه بلغه وبخطاب وبعروض تستقطب هؤلاء السائحين. واعتقد انه مصر من المقاصد المفضله لدى السائح الاوروبي. يبقى فكره الاداره وتكامل الجهود، جهود الدوله، جهود الغرف السياحيه، جهود المسوقين، جهود الفنادق، جهود حتى المواطن المصري. لازم كمان يبقى عندنا الوعي. الوعي السياحي والاثري، لانه في النهايه احنا كمان ممكن نروج لبلدنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال ترويج جمال بلدنا. النهارده كل مواطن عليه مسؤوليه. وعندنا حسنه للسائح ان احنا ندي له كمان الفرصه ان هو يمشي في الشارع بشكل امن وبشكل انه يستمتع بالتجربه، ما نتعاملش معاه على انه حتى سائقين التاكسي، البازارات، المحلات، الحاجات دي كلها. هؤلاء الناس ممكن يعيشوا هنا عندنا 3-4 شهور بالمناسبه. يعني مش هيقعد بقى اسبوع ويمشي هيستحمل وخلاص، هتبقى اقامه مش مجرد رحله. بالظبط. وبالتالي كمان علينا ان احنا نقدم كمان افكار فيما يتعلق مثلا بتاشيرات الدخول. يبقى تاشيره ممتده، ممكن نديله تاشيره لمده سنه يقعد في مصر، يدخل ويخرج زي ما هو عاوز. حقيقة. احنا محتاجين افكار غير تقليديه الحقيقه علشان نقدر نكتسب ونستفيد بده. يعني زي ما الأزمة العالمية أكيد يعني كانت ليها تداعيات، سواء غذاء وطاقة على كل دول العالم ومنها أوروبا بكل تأكيد، كمان بسببها أو ألقت بظلالها على الوضع بمصر، لأنه مصر هي جزء من العالم. وفي هذا الإطار مصر مهتمة طول الوقت أن هي توسع قاعدة الحماية الاجتماعية. والخبر من اليوم السابع بعد توجيه الرئيس السيسي لزيادة الأسر بمقدار 4.1 مليون، 21 مليار جنيه تكلفة برنامج تكافل وكرامة. الحكومة أعلنت زيادة عدد المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة الشهر الجاري، وانضمام ما بين 900 ألف إلى 1 مليون أسرة جديدة للبرنامج، و5.5 مليار جنيه التكلفة الإجمالية سنويا. صحيح. يمكن برنامج تكافل وكرامة زي ما بقول كده بيوسع القاعدة كل ما الوضع بيحتاج، يعني في مرونة في الأمر علشان يعني يلبي احتياجات الأسر الأكثر احتياجا والتحت خط الفقر. صحيح. يعني الحقيقة تكافل وكرامة هو جزء من مظلة حماية اجتماعية واسعة جدا الدولة طبقتها لمواجهة أعباء الحياة ومساعدة المواطن إن هو يجتاز بعض تداعيات الأزمات الاقتصادية أو حتى تجربة الإصلاح الاقتصادي، لأن الدولة كانت مدركة إنه في النهاية هؤلاء أو هذه الفئة هي مسؤولية الدولة. وأعتقد إن ده دور إنساني مهم جدا للدولة المصرية، وفت بيه وقامت بيه أحسن قيام، لأنه هذه الفئة ما كانتش تقدر تواجه أعباء الحياة وضغوط الإصلاح الاقتصادي إلا بدعم من الدولة. حياة الدولة يمكن تكافل وكرامة وتوفير فرص العمل وحتى حياة كريمة نفسها واحد من المشروعات الحماية الاجتماعية. احنا بنتكلم على دولة بتدرك واجباتها وبتدرك أولوياتها. يمكن كمان تكافل وكرامة هو رأس الحربة في منظومة الحماية الاجتماعية، لأنه بيقدم دعم نقدي، فبالتالي التأثير بيبان بشكل مباشر. النقطة الثانية أنه هذا الدعم النقدي مش مجرد بديله فلوس وبس، لا، ده أنا بربطه بمجموعة من الاحتياجات التنموية اللي بقدر أحقق بيها أهداف مظلة الحماية الاجتماعية. منها مثلا استمرار أطفالهم في التعليم فما يحصلش تسرب، منها أنه هو كمان ياخد رعاية صحية، منها نبقى مربوط بشبكة تقديم الدعم في السلع التموينية، منها أنه يبقى متمتع بكل الخدمات الاجتماعية الأخرى. فبالتالي أنا كدولة بوفر مظلة حماية، ببقى شايف هذه الطبقات، وكمان بستهدف الحد من الفقر. وأعتقد أنه بالفعل تكافل وكرامة نجح في تحقيق أهدافه في الحد من معدلات الفقر بالذات في الريف وفي المناطق الأكثر احتياجا. وأعتقد أنه مش بس الزيادة القادمة ل 4.1 مليون، توجيهات سيادة الرئيس الارتقاء بهذا العدد إلى 5 مليون. الحقيقة ده برضو تحدي كبير، أنه بيزيد التكلفة على الدولة المصرية، لكن في نفس الوقت الدولة المصرية قادرة وعازمة على الاستمرار في هذا النهج
وبتحقق التوازن وبتحقق العدالة الاجتماعية من خلال مثل هذه البرامج. استمرارا مع اليوم 27 وصفحة 24 تشريع حكومي على أجندة دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، حماية المخطوطات، تعويضات المقاولات، تنظيم الأزهر الأبرز، و13 قانون في اللجان من الدور السابق، أهمها العمل، البيئة، التصالح في مخالفات الطرق. طبعا ده احنا بنتكلم في دور انعقاد جديد، الدور الثالث، الفصل التشريعي الثاني. الخبر الحقيقة عامل حاجة لطيفة جدا، خلينا نتوقف عند أبرز القوانين. أولا جاب لنا القوانين اللي وافقت عليها بالفعل الحكومة وأحالتها للجان النوعية، والقوانين أو مشروعات بقى القوانين الموجودة حاليا اللي بيتم دراستها، وأخيرا القوانين اللي بينتظر انتهاء أو في انتظار انتهاء الحكومة منها. خلينا نتكلم على أبرز القوانين في المراحل الثلاث. يعني الحقيقة طبعا بنهني البرلمان بانطلاق دور الانعقاد الجديد، والحقيقة عليهم عبء كبير جدا، وعليهم قدامهم أجندة تشريعية متخمة بالمشروعات، مشروعات القوانين. يمكن دور الانعقاد الماضي يمكن كان متميز جدا في الأداء الرقابي للبرلمان، لكن أيضا أنجزوا تشريعات مهمة. أعتقد السنة دي هيكون أمامهم أجندة تشريعية تتجاوز حتى وتتجاوز حتى العدد اللي مذكور في جريدة اليوم السابع، لأنه إذا ما رأينا أنه في تكليفات خلال الفترة الماضية كمان بدأت تظهر. يعني سيادة الرئيس عندما تعهد بالقضاء على معوقات الاستثمار خلال شهر أو شهرين، ده هيحتاج من البرلمان العديد من التشريعات والتعديلات في قوانين الاستثمار وقوانين البنية الاقتصادية، فده هيبقى جزء كمان مهم وله أولوية في أجندة البرلمان. امبارح كمان الحكومة تحدثت عن الانتهاء من إعداد مشروع لكبار السن، مشروع لرعاية كبار السن، ده أيضا هيكون على قمة أولويات الأجندة التشريعية. هنجد كمان أنه في الأجندة التشريعية المعروضة أمام البرلمان قوانين لها علاقة بالتطور من أجل المستقبل. بنتكلم على صندوق مصر الرقمية، في مشروع قانون لإنشاء صندوق مصر الرقمية، نتكلم على تطوير الصناعات، على قانون لتعزيز ودعم صناعة السيارات في مصر، بنتكلم على قوانين للبيئة، واعتقد انه ده ايضا هيكون ليه أولوية في ظل التزامات مصر اتجاه تغير المناخ واستضافة مصر لقمة القمة العالمية للمناخ. نتكلم كمان على قوانين اجتماعية مهمة، في قوانين اجتماعية مهمة هتبقى موجودة على الأجندة التشريعية، منها قانون زي ما قلنا كبار السن، منها قانون حظر زواج الأطفال اللي هو زواج القاصرات والأطفال، بنتكلم كمان على تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية هيكون على أجندة البرلمان، نتكلم على مجموعة من القضايا اللي بتلبي احتياجات المجتمع والدولة في الفترة المقبلة. واعتقد ان البرلمان بالفعل امامه مسؤوليه ضخمه، يجب ان هو بقى يسرع في مناقشه هذه المشروعات ويقر المشروعات القوانين دي، لانه بالفعل احنا في احتياج ساخن وثقيل جدا ومليء بالاحداث ان شاء الله، واعتقد ان برلماننا قادر على ده باذن الله. بالتاكيد. الختام من جريده الوطن ومن وزاره الصحه تحديدا، اضافه تخصصات جديده لمبادره قوائم الانتظار، واطلاق حمله التطعيم ضد شلل الاطفال الشهر الجاري في القاهرة والجيزة، هتنطلق للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات وهتستمر لمدة 5 أيام. مبادرة قوائم الانتظار، وده الخبر الأبرز هنا، أنه تقليل أيام انتظار المواطنين لمدة من يومين لأسبوع بأقصى تقدير لإجراء العمليات الجراحية، وإضافة التخصصات تم زيادتها من 9 تخصصات ل14 تخصص، بالإضافة إلى أنه المريض غير المشترك في التأمين الصحي يمكنه التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي وتلقي الخدمات. صحيح. يعني إذا كنا بنتكلم على مظلة الحماية الاجتماعية، فأعتقد أن هذه المبادرة أيضا تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، لأن هذه المظلة أو هذه المبادرة بتستهدف المواطنين اللي موجودين على قوائم الانتظار، وللأسف فعلا كان عندنا قوائم انتظار طويلة في المستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية والمستشفيات اللي بتقدم الخدمة للمواطنين البسطاء، وكانت بعض الناس بيحتاجوا إلى جراحات وينتظروا بالشهور وأحيانا بالسنوات عشان ياخدوا الخدمة. بعد مبادرة سيادة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار، الحقيقة لقينا طفرة كبيرة جدا في بعض العمليات، في تخصصات زي المخ والأعصاب والعظام وغيرها اختفت تماما. بنتكلم كمان انه مش بس بقى هنا بننهي الجراحات القديمه، لا ده احنا بنوسع التخصصات، يعني ده معناه قدره المنظومه الصحيه وقدره المبادره على خدمه مزيد من المواطنين. الاهم كمان انه تسهيل الاجراءات، المساله مش محتاجه اكتر من ان المواطن يتوجه لاقرب مستشفى حكومي اذا كان مش مقيد في التامين الصحي، او اقرب وحده تامين صحي ويسجل نفسه ويسجل بياناته علشان يدرج على قوائم الاجراء الجراحات. زي ما حضرتك اشرتي، تحديد مدى
زمني من يوم إلى أسبوع على الأكثر لتحديد الجراحة. النقطة الأهم كمان تخصيص رقم للشكاوى في وزارة الصحة لتلقي أي شكاوى من المواطنين. الحقيقة بنتكلم على 15300 ده بالزبط. الخط الساخن عشان يستقبلوا استفسارات والشكاوى، بما إن حضرتك أشرت إليه فلازم نقول ده مهم، لأنه لازم يبقى في آلية للتواصل، في قناة تواصل مع المواطن علشان لو عنده أي استفسار، لو عنده أي شكوى، لو بيواجه أي صعوبة في عملية التسجيل أو أي بيروقراطية في عملية التسجيل. لا ده مسألة مهمة، ده كمان يكشف لنا التغير في فكر المنظومة الصحية وأداء المنظومة الصحية، أتمنى أن ده يستمر في كل القطاعات، لأن الصحة من الأركان المهمة لبناء أي دولة. ومن الملفات اللي شهدت تطور، يعني مش بس تطور، ده طفرة كبيرة جدا خلال السنين اللي فاتت. احنا بنشكرك شكرا جزيلا ضيفنا الكريم الدكتور أسامة سعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا لوجود حضرتك معانا.